لما لعبت اساسي بعد ماتش الاهلي والزمالك دوت وخلاص بقيت ستاندنج في التيم بتاعك اساسي ما فيش، اتعاملت مع الكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه، الله يرحمه ويحسن اليه، ده الزعيم. ده الزعيم، ده كابتن مصطفى. حلوه كلمه الزعيم. ده الزعيم بتاعنا. اتعاملت معاه ازاي؟ او هو كلمك في ايه؟ او اتكلمته في ايه؟ بقى كابتن ثابت ده ليه مواقف معايا كتيره جدا. هو كان بيحبني كلاعب كوره، وكان عنده ثقه كبيره جدا فيا. يعني اما كان بيلعب ويمسك الكوره انا كنت اتملي انا اللي اختار مكان عشان يلعب لي. بدايه اللعبه من تحت بيدنج اب. فكابتن ثابت كان عنده دي، ما كانش بيشوط كتير، كان يمسك ويدور على حد يلعب له، فانا كنت اتملي اخد جنب من الجناب كده واستلم زي محطه كده. انا المحطه، انا العلامه بتاعته، لان هو ما بيحبش يشوط بايد ورجل كمان. فكان تملي يديني الكوره هو، فكان في ارتباط بيني وبينه في الملعب وخارج الملعب. بدر عايزين مش عارف ايه، حاول تمسك الكوره بسيط في نص الملعب، ما تلعبش طويل، العب قصير دلوقتي واما نجيب جول، حاجات كده. كان تملي بيكلمني كتير. نعم. كان عندنا يا كابتن احكي لك واقعه غريبه جدا، كان عندنا ماتش اهلي وزمالك، وكان نادي الزمالك حاجه و80 برضو. كان كان نادي الزمالك كسبنا الدور الاولاني. واحنا كنت انا بطلت، لا حضرتك كنت موجود ماتش اهلي وزمالك. حاجه و80 الماتش بتاع حماده عبد اللطيف. حماده عبد اللطيف؟ لا ده كان 87. ده انا بطلت. حضرتك بطلت 86. انا بطل سبعة في نص 87. بعد ما جبت انت الجول في البارد الزلكيني. عملت لك بعديها بطلت. احنا لعبنا اهلي وزمالك فاكر، احنا بتاع 2-1 بتاع طارق عبد العليم اللي ايمن شوقي جاب الهيد. ايوه انا ايوه كنت بلعب تحتيك. ايوه صح صح، انا لعبت الماتش ده. لعبت الماتش ده. في ماتش بقى كان حماده عبد اللطيف في الدور الاولاني، حضرتك اعتقد كنت حضرتك اعتزلت. كنت اعتزلت انا. وكان حماده عمل ماتش علينا جامد كده، وطلعت من ساعتها حماده 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 مظبوط مظبوط جماهير الزمالك. فكابتن طه والدكتور عمرو بعتوا لي الدور الثاني، انا كنت بلعب بقى اساسي. فلما جينا ماتش الزمالك قالوا لي، بعت لي الكابتن طه قال لي عندنا مشكله وعايزك تلعب على حماده عبد اللطيف. مان تو مان بقى. مان تو مان زي شطه ومع فاروق جعفر كده. على حماده عبد اللطيف. فقلت له لا يا كابتن مش هلعب، ما اقدرش العب على حماده. قال لي يعني ما اقدرش العب؟ قلت له لا، هو يلعب وانا العب، لكن انا التزم ب 90 دقيقه انا بالنسبه لي مش هقدر اعملها لك. يعني انا هسرح هروح اشوط. اكيد اكيد. فهيبقى عندك مشكله في نص الملعب يا كابتن، انا مش هقدر العب. فزعل جدا مني وقال لي خلاص براحتك وكده، وانا خدت بعض ومشيت. كان هو الدكتور عمرو بن مجد. لقيت دب يا كابتن مصطفى على الباب بعد حوالي 5 دقائق. دن 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 دن. فتحت لقيت كابتن ثابت. انت النادي الاهلي محتاجك، وانت تقول ما تلعبش. تلعبش ليه؟ حمسك تاني. انت احسن منه، هو احسن منك في ايه؟ انت احسن منه. انت في ايه يا زعيم؟ يا زعيم انا بعمل كده لمصلحه النادي، انا مش ممكن اسرح، ممكن اعمل. قال لي لا انت اللي هتلعب، تعالى معايا. وراح واخدني يا كابتن مصطفى للكابتن طه. دخلت، خير يا بدري في حاجه؟ قلت له مفيش حاجه يا كابتن. كابتن ثابت قال له بدري هيلعب على طول كده. ايام الكابتن طه. ايام الكابتن طه اسمعي، ما انا مع الكابتن طه كان موجود وانا كنت موجود، بس الماتش الثاني ده تلعبت. ايوه افتكرت بتاع 2-1 يا كابتن. اما انت جيت ترفع الاوفر قلت لك كابتن انت رفعت 90 واحده، سيب لي واحده. مظبوط. لا افتكرت. عملت واحده كده جت جول. المهم يعني حماده عبد اللطيف لسه طالع. ايوه انت جريت يمين وانا جريت شمال، جرينا عكس بعض بالظبط كده. بالظبط. المهم فكابتن ثابت هو اللي شجعني العب على كابتن حماده. كابتن طه فرح جدا. المهم ان انا عملت ماتش عمرك كده. عملت ماتش عمري على حماده. دي حقيقه. وقعدت اخطط ازاي، لدرجه ان انا في بين اول ما جينا نسخن الكابتن رحت سخنت بتوع الزمالك. وكان بقى يعني بداياتي ان انا العب على حماده عبد اللطيف، ولعبت عليه حوالي 4-5 ماتشات يعني. طيب انت شايف المكان اللي انت استريحت ولعبت فيه وتالق بدر رجب، انت قلت لي لعبت راس حربه. وهاف ليفت. وديفندر. وهاف ديفندر. وايه تاني؟ لعبت سيرد باك انت؟ لا يا كابتن، لعبت بقى اللي هو 10 اللي هو بلاي ميكر تحت الفيرويد. ده احسن مكان يا كابتن مصطفى انتجت فيه. المكان ده. اولا كنت بعمل سرعات كتير. ثانيا كانت رجليا مظبوطه على الجول، فكنت قريب من الجول. بعكس الاماكن التانية. ايوه. ده اللي استريحت له المكان. كنت بشوط بقى، جبت لي حوالي 12 جول من الحته دي. طيب.